وعدي ويا حيرتي، وعدي ويا حيرتي، من لي رحم شكوتي بالحب من لوعتي، إلا مالك الجمال، إلا مالك الجمال، إلا مالك الجمال، إلا مالك الجمال. أمي دخلتني في كونسيرفاتوار وطورت لي موهبتي، وديما نشارك في مسابقات كي كنت صغيرة. يا أخي توا وليت نقرا في معهد فنون بالعمران، يعني حبيت نكمل غرامي. عسلامة. عسلامة. قالوا لي عليك موهوبة. عايشك. أي نغني. تقرا موسيقى؟ نقرا موسيقى. سمعني حاجة بصوتك؟ أي علاش ليه؟ سمعني. نغني. شكون اللي اكتشف لي عندك صوت به؟ أمي دخلتني في كونسيرفاتوار وطورت لي موهبتي، وديما نشارك في مسابقات كي كنت صغيرة. يا أخي توا وليت نقرا في معهد فنون بالعمران، يعني حبيت نكمل غرامي. إن شاء الله توصل اللي تحب عليه. عايش. باهي. ولوك كذا؟ شبيه لوك. يتنمروا عليك العباد؟ لا الحق، أما يعملوا تعليقات. على شنو بالضبط يعملوا تعليقات؟ تعليقات على البيرسينغ كهو، يعني يردوني نعرشية عميقة كهو، أما الأغلبية تعليقات باهية كهو. اون بلوس انت خاطرك في معهد الفنون، ما فهميش شويه، ما فهميش برشا معناتها التنمر باز، يعني غاديك اسبري على الاخر. وما يعلقوش ماما كا. انت كي اخترت باش تعملوا كذا؟ اي باز. ولا فما شكون قال لك مثلا رايت ويتيك البيرسينغ كي؟ لا وحدي وحدي ديجا، يعني كنت من الجماعه اللي يعملوا شعرهم كيرلي ويلبس كم بلاك حل وكل شيء، غير السما تبدلت شويه كا. وداركم ماهمش كونتر الحكايه ذي؟ ليه جملة، هما اللي تقترحوا عليا يعني نعمل بيرسينغ وفازيت، خاطر قالوا لي تويتي كل شيء كا. فما والدين سبري سبري على الاخر زاد. خاطر فما والدين يقول لك ليه كيفاش تعمل بيرسينغ في خشمك وكيفاش تعمل هكا في روحك؟ لا هما معايا الحق، ما عمرو ما كانوا ضدي في حد شيء. وانت تتنمر على العباد ولا ما تتنمرش؟ لا جملة والله. صحابك من غادي بهتوا. أنا ما نتنمرش، أما يمكن نفدلك بتفدليك يعني نقولها كا، وضد التنمر ديما، نحبش كون يتنمر. تحس اللي الشعب التونسي أكبر متنمر؟ أكبر متنمر وكهو، ديما يتنمروا على العباد اللي يتعدى، يعني يبقوا يعلقوا عليه ولا يرموا له كلمة كهو. مش باهي كا. وانت كي يتنمروا عليك ترجع لهم ولا ما ترجع لهمش؟ أنا ما من 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 نجاوبهمش الحق، باش ما نكبرش الحكايه ولا خليهم وحدهم، خاطر تضيع وقت يسمى، مش باش يتبدلوا. يعطيك الصحه. عايش. مرحبا.